والله هي البوسنة والهرسك يعني من الدول الجميلة جدا، وأكثر منها بعد الناس اللي فيها العلاقة. يعني أنا تعرف أنت لما تكون تروح في أي بلد يهمك مع جمال الطبيعة ومع الـ 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 يعني البلد كبلد جميل جدا، هو بعد المعاملة، معاملة الناس معاملة طيبة ويحترمونك، هاي من ناحية. من ناحية ثانية احنا يعني كمسلمين دائما نحرص على الأكل حلال، فكل مطاعم هناك في البوسنة والهرسك أكل حلال وسهل التعامل. وأيضا يا أخي المساجد متواجدة في كل مكان، وهذه أيضا بالنسبة لنا يكون يشجعنا على روحة البوسنة. تكلمت اليوم عن الاستثمار أستاذ جواد، وتكلمت أن الفرص كبيرة وأن في إمكانية كبيرة للشركات المتوسطة والصغيرة. شنو دعوتك لهم وخصوصا التجار البحرينيين اللي يحتاجون أن يتوسعون بها؟ والله يا أخي مهم جدا، لازم يعرفون أول الأنظمة والقوانين هناك بالنسبة للاستثمار على أساس أنه ما يكون يحصل لأي مشاكل. أنا تعرف اليوم لما أنت تكون تروح وعندك علم ممكن يعني تخطط حسب اللي أنت إمكانياتك. فالشيء الطيب في البوسنة والهرسك أنه ممكن على مستوى متوسط أو مستوى عالي أو أقل، يعني في هناك مجال لكل مستوى التجارة يعني.